يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم أكيد حلقة خاصة جدا، هتكون على مدار 50 دقيقة تحديدا، بالتحديد بخصوص الحديث عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم. هذه المباراة الهامة في بطولة الدوري العام، وأكيد في إطار عدد كبير جدا من المباريات المهمة على مدار هذا الشهر بالنسبة للنادي الأهلي. خلينا أقول لحضراتكم كمان إن احنا هنكون متواصلين على مدار دقائق حلقة اليوم بخصوص كواليس ما قبل هذه المباراة وآخر تحركات الفريق لاستعداده لمباراة طلائع الجيش، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق ويوصل الانتصار رقم 14 على التوالي، وهيبقى شيء مميز جدا وتبقى عقبة طلائع الجيش إحدى المحطات الهامة جدا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري العام هذا الموسم. في البداية خلينا نبتدي بأهم العناوين، يلا بينا. الأهلي واجه طلائع بحثا عن الفوز الرابع عشر على التوالي. بعثة الفريق تسافر إلى الإمارات 17 فبراير استعدادا للسوبر. عبد الحفيظ: لم نناقش تأجيل مباراة الزمالك بالدوري. طيب، شهر فبراير كله شهر مليء بالتحديات بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتحديد في مرحلة جديدة مهمة جدا في مشوار الفريق سواء المحلي أو الأفريقي. احنا دلوقتي بنتكلم عن المشوار المحلي اللي ابتدى بمباراة بيراميدز في مرحلة جديدة بالنسبة للنادي الأهلي، واحنا عارفين دايما النادي الأهلي إحدى سماته الأساسية إن هو بيقسم البطولات بشكل عام على مراحل عشان يقدر ينجز كل مرحلة على حدة ويقدر بالتالي يحقق الأهداف المطلوبة. انتهينا مباراة بيراميدز بفوز النادي الأهلي فوز غالي جدا في الجولة اللي فاتت بنتيجة 2-1، مقبلين النهاردة على المباراة غاية في الأهمية أيضا ولا تقل صعوبة إطلاقا عن مباراة بيراميدز وهي مباراة طلائع الجيش. ليه؟ لأن فريق طلائع الجيش بيضم عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين. لما تيجي تبص كده على الفرقة هتلاقي إن هم عندهم أسماء كبيرة، أسماء ليها تاريخ في بطولة الدوري وخبرات كبيرة جدا في بطولة الدوري، وممكن المركز اللي هم فيه دلوقتي ما يدلش إطلاقا على كم الإمكانيات والخبرات الموجودة في فريق طلائع الجيش. بالإضافة ان الفريق ده فاز المباراه الاخيره على فريق اف سي مصر نتيجه 4-0. هتقول لي اف سي مصر فريق ضعيف وكلام من ده، هقول لك معنويا فوز كبير زي ده يفرق مع فريق طلائع الجيش، وخصوصا مع مدير فني جديد وهو الكابتن عبد الحميد بسيوني اللي تولى الفريق في مباراتين وقدر ان هو يحقق نتائج ايجابيه حتى الان، واللي مستمر على مدار الفتره اللي جايه مع فريق طلائع الجيش. بالتالي من هنا جايه اهميه هذه المباراه، خصوصا ان هي باذن الله تكون خطوه جديده في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على بطوله الدوري، وبطوله مفضله بكل تاكيد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي على مدار السنوات وتاريخ البطوله يعني بشكل كامل. باذن الله الفريق يكون موافق النهارده، زي ما حضراتكم عارفين المباراه في تمام الساعه 7:30 مساء على استاد القاهره الدولي، واللي نتمنى ان ما تكونش مباراه في الدوري بس هي اللي تكون في استاد القاهره، يعني نتمنى كمان مباراه سان داونز ومحاولات جاريه وموجوده بخصوص مباراه سان داونز كمان هي تكون على استاد القاهره الدولي. وزي ما وعدنا حضراتكم هنتابع الملف ده لحظه بلحظه، لكن النهارده هيكون التركيز كله منصب على مباراه طلائع الجيش، وان شاء الله الفريق يكون موفق في هذه المباراه. استعدادات النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت او على مدار الايام اللي فاتت بالتحديد بعد انتهاء مباراه بيراميدز استعدادات كانت قويه وبمنتهى الجديه، خصوصا زي ما احنا دايما متعودين من النادي الاهلي ان الفريق بيدي احترامه لكل فريق ممكن يواجهه او كل مواجهه في بطوله الدوري في اي بطوله بشكل عام، واكيد لازم انت تكون عامل حساب الفرقه اللي هتقابلها، مفيش تهاون او استهتار اطلاقا باي فريق، لان كل المباريات في بطوله الدوري صعبه، البعض بيحاول يقلل من قيمه بطوله الدوري، يحاول يقلل من المنافسه، ممكن على القمه المنافسه بعيد شويه بصراحه عشان نبقى منطقيين، لكن في نفس الوقت في فرق قويه جدا بدليل ان بدايه من المركز الثاني حتى الاخير المنافسه على كل المراكز موجوده بالنسبه لكل الفرق، يعني فيما عدا النادي الاهلي اللي ماشي ما شاء الله لا قوه الا بالله بشكل جيد جدا في بطوله الدوري ومتصدر من خلال 13 مباراه 13 فوز ان شاء الله باذن الله النهارده يكون فوز رقم 14. لكن قبل ما استفيض في الحديث عن مباراه اليوم خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي بتتعلق سواء بالمباراه او بتتعلق بالنادي الاهلي بشكل كامل. يعني النهارده قبل تحرك الفريق زي ما حضراتكم عارفين هيبقى في محاضره فنيه مستر فايلر للاعبين، هيتكلم فيها مع الفريق على التشكيل اللي هيلعب هذه المباراه، هيعلن على التشكيل، هيعلن اخر التعليمات والواجبات سواء الهجوميه او الدفاعيه الخاصه بكل لاعب متواجد في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ده فيما يتعلق بمباراه طلائع الجيش. خليني اقول لحضراتكم كمان ان ميعاد السفر للامارات اتحدد خلاص،
وده بعد ما اعلن عنه الكابتن سعيد عبد الحفيظ. السفر هيكون يوم 17 من الشهر الجاري، واحنا عارفين ان احنا عندنا مباراه قويه جدا جدا طبعا، طالما بتقابل فريق قوي زي نادي الزمالك، هتكون يوم 20 فبراير في استاد محمد بن زايد في ابو ظبي، والمباراه هتكون على بطوله السوبر المصري بتاعت السنه اللي فاتت، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لكن خلاص الفريق هيسافر يوم 17. هقول لحضراتكم برنامج بالتفاصيل. يوم 17 الصبح هيكون في مران للنادي الاهلي، بعد المران مباشره الفريق هيتجه على المطار، من المطار يوصل باذن الله سالما لابو ظبي، هيبقى عنده يوم 18 مران ويوم 19 ايضا مران اخير، ويلعب المباراه يوم 20، وباذن الله يكون موفق ويرجع يوم 21 بالكاس باذن الله تعالى. ده برنامج النادي الاهلي في رحلته للامارات. كمان من ضمن الاخبار المهمه جدا وتصريحات على لسان الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وبيتطرق فيها لمباراه القمه الخاصه ببطوله الدوري اللي مقرر ليها يوم 24. والكابتن سعيد يعني الناس سالته كتير بخصوص المباراه، وهل الاهلي بيفكر في موضوع التاجيل او شاغل نفسه ان المباراه ممكن تتاجل ولا حاجه. الكابتن سعيد كان رده واضح جدا، قال ان احنا جاهزين للمباراه يوم 24 وجاهزين طبقا لجدول الدوري ومواعيد كل مباراه، وما عندناش اي مشكله خالص خالص في ان احنا نلعب المباراه يوم 24. وكمان قال ان احنا اخترنا مباراه سان داونز الاولى اللي هي هتكون ان شاء الله في القاهره يوم 29، عشان عارفين ان احنا عندنا مباراه قبلها يوم 24 مع الزمالك، فيبقى في فارق جيد ما بين المباراتين. فالاهلي مستعد بشكل كامل لاي مباراه خلال الشهر الحالي بما فيه مباراه الزمالك في قمه الدوري يوم 24 من الشهر الجاري. ودي كانت تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. فيما يتعلق برمضان صبحي، خلاص يعني العد التنازلي لمشاركه اللاعب في التدريبات الجماعيه قرب بشكل كبير جدا، وان شاء الله هيكون متواجد مع النادي الاهلي خلال الفترة الجاية، يعني يومين ثلاثة بإذن الله بالكثير يكون متواجد في التدريبات بالنسبة للفريق. موضوع الإمارات ومباراة الزمالك ده هيتحدد مدى إمكانية مشاركة اللاعب، لكن الأمور بالنسبة له جيدة جدا. دايما بيبقى في حرص كبير جدا على سلامة أي لاعب داخل النادي الأهلي، الأهم إن هو لما يجي يشارك في التدريبات يكون سليم بنسبة 100%. ده فيما يتعلق برمضان صبحي. سعد سمير كمان من اللاعبين المصابين، وإصاباتهم طويلة شوية بسبب قطع وتر أكيلس، بدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي، وبعد ما تنتهي هذه المرحلة هيسافر على ألمانيا لتحديد برنامج التأهيلي الخاص به للفترة القادمة بإذن الله. عندنا عدد من المصابين إن شاء الله نتمنى أنهم يعودوا سريعا للملاعب. طيب بالعودة لمباراة الأهلي وطلاع الجيش، خليني أقول لحضراتكم بعض الأرقام اللي تتعلق بالمواجهات التاريخية ما بين الأهلي وطلاع الجيش. يعني مثلا الأهلي والطلائع لعبوا قبل كده قبل مباراة اليوم 25 مباراة، الأهلي فاز في 20، اتعادل في 5 مباريات، وطلاع الجيش ما قدرش ان هو يفوز على النادي الأهلي اطلاقا على مدار تاريخ مواجهات الفرقتين، وده امر جيد جدا نتمنى ان هو يستمر على مدار مباريات اليوم. مهم قوي ان احنا نكسب عشان مشوارنا في بطولة الدوري وتبقى خطوه جديده بالنسبه للفريق. اول مباراه كانت بين الفريقين كان في موسم 2004-2005، وكان اول موسم يظهر فيه فريق طلائع الجيش وبطوله الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف وحيد سجله طبعا نجم نجوم النادي الاهلي في هذا التوقيت محمد بركات. واخر مباراه كانت في شهر مايو الماضي، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1. لو تفتكروا الهدف الثاني، ايوه هي دي المباراه، الهدف الثاني كان لعلي معلول في الاخر، ده الهدف الاولاني لوليد ازارو، بعد كده تعادلوا معانا، وبعد كده جبنا في اخر اللحظات هدف غالي جدا لعلي معلول، كان في اطار المنافسه على بطوله الدوري واللي توج بيها النادي الاهلي بعد منافسه قويه جدا مع نادي الزمالك. هو الهدف ده، الهدف ده كان جميل جدا بصراحه. علي معلول يبقى احد الاسماء الكبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي على مدار المواسم السابقه، وبيتالق كمان هذا الموسم بشكل جيد. عدد الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي في فريق طلع الجيش، قدر ان الاهلي يحرز 52 هدف واستقبل بس 12 هدف على مدار المباريات كلها. اول الاهداف كان محمد بركات زي ما قلنا لحضراتكم، واخر الاهداف كان علي معلول. خلينا كمان نقول الهداف التاريخي لمباراه الاهلي وطلع الجيش هو النجم الكبير عماد متعب برصيد 7 اهداف في شباك فريق الطلائع. الاهلي خرج شباكه نظيفه في مباراه الطلائع حوالي 16 مباراة، وفريق طلائع الجيش قدر ان هو يخرج في مباراتين بس بشباك نظيفة. اكبر فوز للنادي الاهلي حصل مرتين، كان بنتيجة 4-0، المرة الاولى كانت في 2006-2007 تمام، سجل رباعية الاهلي فلافيو وابو تريكة 2 وعماد متعب هدف، والمرة الثانية كانت في 2014-2015. اتقابلوا مرة وحيدة في بطولة كاس مصر، الاهلي قدر ان هو يفوز بنتيجة 3
واحد. ده فيما يتعلق بالمواجهات التاريخيه ما بين الاهلي وطلائع الجيش في بطوله الدوري تحديدا، مباراه كانت وحيده في بطوله كاس مصر. لكن خلينا نقرب من المباراه بشكل اكبر، نتكلم شويه عن قائمه فريق النادي الاهلي اللي اعلن عنها مستر ريني فايلر بالامس، وهي مكونه بالتحديد من 20 لاعب، ومن ضمن اللاعبين المتواجدين كمان اليو بادجي اللي كان سافر مؤخرا للسنغال عشان ينهي اجراءات تجديد جواز سفر ورجع وعاد للتدريبات، او مش عاد، عمل تدريب خفيف كده في التتش وكان ليه فحص طبي. يعني تفاصيل هبقى اتكلم فيها مع حضراتكم بخصوص اليو بادجي. لكن دي قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم. في حراسه المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي، خط الدفاع محمود متولي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه. خط الوسط عمرو السوليه، اليو ديانج، حسين الشحات، احمد الشيخ، وليد سليمان، ومحمود عبد المنعم كهربا، جيرالدو، ومحمد مدي قفشه. خط الهجوم مروان محسن، جونيور اجاي، واليو بادجي لاعب النادي الاهلي الجديد. ده فيما يتعلق بقائمه النادي الاهلي لهذه المباراه المكونه من 20 لاعب فقط، وهيتم استبعاد 2 لعيبه قبل مباراه اليوم عشان تبقى القائمه عباره عن 18 لاعب فقط. اختار ما بينهم مستر فايلر التشكيل الاساسي اللي هيبتدي بيه هذه المباراه. نتوقع مع بعض تشكيل النادي الاهلي كده زي كل مره. المره اللي فاتت في مباراه بيراميدز توقعنا التشكيل بنسبه 99% كان صح، كان التغيير الوحيد بس ان مروان هو اللي ابتدى مش اليو بادجي. المره دي هنتوقع كده ونجرب، يمكن التشكيل يطلع صح. في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه رباعي خط الدفاع محمد هاني، ايمن اشرف، محمود متولي، علي معلول. اثنين في نص الملعب عمرو السوليه، اليو ديانج، ما فيش خلاف عليهم اطلاقا، ما شاء الله عليهم خلال الفتره اللي فاتت. وامامهم الثلاثي حسين الشحات، اجاي، محمد مجدي قفشه، والمهاجم مروان محسن. ده التشكيل الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وطبعا هنكون في انتظار التشكيل الرسمي بالنسبه لهذه المباراه. طيب بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا يعني. طب خلينا نروح لقائمه طلائع الجيش في مباراه اليوم. هو الفريق المنافس بالنسبه للنادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد بسام، مصطفى محمود، خط الدفاع عاصم صلاح، محمد ناصف، خالد سطوحي، علي الفيل، احمد سامي، خط الوسط مهند لاشين، احمد سمير، فرانك ستيفن، كيفن مهير، وابو بكر ديارة، احمد عبد الرحمن زولا، محمد شحاته، كريم طارق. خط الهجوم ناصر منسي، عمرو جمال، وحسام باولو. اسماء في الحقيقه كلها مميزه جدا، فبالتالي اكيد مباراه النهارده هتكون صعبه للغايه. هنشوف برضو تشكيل طلائع الجيش الرسمي هيكون عباره عن ايه قبل المباراه. طاقم تحكيم مباراه اليوم ما بين الاهلي وطلائع الجيش، الحكم الدولي محمود البنا هو حكم ساحه، وهيعاونه كنا من عماد العقاد واحمد عبد الغني، وايضا هيكون الكابتن احمد صالح حكم رابع في مباراه اليوم. طيب من ضمن الاخبار المهمه كمان، خلينا اقول لحضراتكم ان مباراه الاهلي ومصر احنا عارفين ان هي هتكون يوم 14 من الشهر الجاري، يعني يوم الجمعه اللي جايه. المباراه كان المفروض هتبقى فيه تمام الساعه 7:30، لكن تم تاخير موعد انطلاق المباراه عشان يبقى فيه تمام الساعه 8:15 تحديدا. ده ليه؟ عشان الساعه 6 بالظبط هيكون في مباراه الزمالك والترجي في السوبر الافريقي، فعشان يبقى فيه فرصه لكل الجماهير المصريه في مصر يعني على متابعه المباراتين بشكل كامل. نتمنى كل التوفيق طبعا لممثل مصر، وايضا كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته امام فريق المصري البورسعيدي. نعدي بس مباراه طلائع الجيش النهارده الاول، فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نقرب من الصوره قبل ساعات قليله جدا من مباراه الاهلي امام طلائع النهارده. يا فاروق مساء الخير. مساء عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه بتاع قناتنا الاهلي. اهلا بك يا فاروق، طمنا على الفريق. بطمنك امير وطمن كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. حاله من ارتفاع الروح المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي. عارف امير، الاهلي في اكثر من اتجاه، في اكثر من مشوار الافريقي، السوبر المصري، الدوري العام، اكثر من اتجاه النادي الاهلي بيشتغل عليهم خلال الفتره القادمه في ظل تلاحم المباريات. يعني الفوز الاخير للنادي الاهلي على بيراميدز وتوقيته من الامور اللي اسعدت الجهاز الفني واللاعبين والاصرار اللي موجود عند لاعبي النادي الاهلي والروح المعنويه في ظل انت تتعرض لكم من هذه الضغوط في مشوار الافريقي او المباريات القادمه، فكان ليه اثر بالغ عند الجهاز الفني واللاعبين. ايضا يعني زيارات او التواجد المتكرر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الفريق في المران والايام اللي فاتت في اكثر من مناسبه بيدي حاله من الثقه لاعبي النادي الاهلي واللعيبه حاسه وبتعي قيمه هذه
المرحله. النهارده مواجهه فريق طلائع الجيش، اعتقد يعني مواجهه ان شاء الله يعني مواجهه صعبه زي طبعا ما بين الاهلي وفريق طلائع الجيش اللي دايما بيبقى يعني اكيد من الفرق اللي بتأدي امام النادي الاهلي مع الكابتن عبد الحميد الدبسيوني اللي بيقود الفريق. الفريق النهارده امير بالنسبه لفريق النادي الاهلي، الفريق تناول وجبه الافطار تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء تمام الساعة 1:30 ظهرا. في بعض يعني الأحاديث الجانبية أو التعليمات كده كانت من مستر ريني فايلر لأليو باجي ما يعني في وجبة الغداء، وثم في يعني أثناء وجبة الفريق كان في أيضا بعض التعليمات لأليو أليو جانج والجونيور راجاي وال عبر السولية ومحمد مجدي قفشه، يعني بيدي بعض التعليمات مستر ريني فايلر، بيبقى حريص ان هو يعني بيدي بعض الامور او يصحح بعض الامور للاعبين. هنقول في حاله من الثقه يا امير زي ما احنا اتكلمنا، والتركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي، ومن الامور المهمه جدا برضه اللي انا ببقى حريص عليها معاك يا امير، ان عدم انشغال مستر ريني فايلر او اللاعبين بموضوع الارقام القياسيه يعني فوز ال 13 او فوز ال 14. لا الراجل برضه مصمم ان انا عندي هدف ان انا افوز في كل مباراه، عندي اكثر من مرحله البطوله الافريقيه والاستعداد لمباراه صن داونز قبليها، عندنا مباراه الزمالك والسوبر في الامارات قبليها لقاء المصري. برضه مش عايز برضه امير ان مستر ريني فايلر مش عايز ان يبقى فيه عدم استهانه بمباراه المصري يعني قبل كله يعني الجماهير او تحاول تركز على مباراه السوبر وصن داونز. لا احنا عندنا برضه قبليهم في مباراه مهمه جدا امام فريق المصري البورسعيدي في مشوار صعبه بكل تاكيد. طبعا طبعا يا امير مستر ريني فايلر يا امير يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي خلاص اللاعبين متواجدين في المحاضره الفنيه، مستر ريني فايلر بيحاول يعني يوجه بعض التعليمات الرتوش الاخيره زي ما انت بتقول كده، ونقول قال لمواجهه فريق طلائع الجيش واسلوب لعب فريق طلائع الجيش اتفرج على اكثر من مباراه فريق طلائع الجيش. في جزء بيشتغل عليه مستر ريني فايلر على النطاق اللي هو الفيديو والنطاق العملي، وايضا على النطاق النظري ايضا في المحاضره يعني من التشكيل اللي هيخوض بيه اللقاء. طبعا مستر ريني فايلر يعني كان اعلن قائمه اللقاء لقائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء لضمه الشناوي وشريف اكرامي محمد فتحي ومحمد هاني علي معلول وايمن اشرف ياسر ابراهيم ورام ربيعه ومحمود متولي عمرو السليه واليو جانج محمد مجدي قفشه وليد سليمان جيرالدو وحسين الشحات احمد الشيخ وكهربا وليد سليمان، كان قدامهم جونيور اجاي ومروان محسن وليد سليمان مع ثلاثه لاعبين جونيور اجاي ومروان محسن واليو بجي. اي 11 لاعب امير زي ما احنا متفقين قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار للنادي الاهلي. ودايما الامور اللي اتضح لمستر ريني فايلر في حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين يعني بنقعد امير بيتوقع ده هيدخل المحاضره تشكيل، لا هو اي 11 لاعب بيبقى جاهز حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، حاله التركيز اللي عليها لاعبي النادي الاهلي. ودي ميزه دي ميزه مهمه جدا يا فاروق، لان مستر فايلر على مدار الفتره اللي فاتت كلها من ساعه ما الراجل جه وهو بيشرك اكبر كم ممكن من اللاعبين وبيعمل روتيشن، فبالتالي لما تيجي مرحله زي اللي احنا فيها دلوقتي مليئه بالمباريات الصعبه واللي في مختلف البطولات كمان، فهتلاقي اكبر كم ممكن من اللاعبين جاهز، فده شيء ايجابي يشتغل عليه المدير الفني يعني. بالظبط يا امير، يعني انا مش وزيد على الكلام اللي انت بتقوله، لكن في يعني من النقاط المهمه جدا ان احنا كجماهير النادي الاهلي او كمتواجدين في النادي الاهلي ما بقاش نحس بالفرق ما بين الاساسي والبديل. صح. وانت في وقت من الاوقات كنت بتيجي بتعاني من غيابات يعني النادي الاهلي، انت عندك غيابات لحمدي فتحي وغيابات لرمضان صبحي وغيابات لكريم نيدفيد ومجموعه من اللعيبه اللي بتجيلي الاصابات، لعيبه كبيره جدا ومؤثره، لكن تحس ان شكل الاداء بتاع النادي الاهلي امير الاهلي لا في شكل في الملعب، الاهلي ليه شكل سواء في الناحيه الدفاعيه سواء في الناحيه الهجوميه، فدي من الامور اللي احنا بنشيد بيها المستر ريدي فايلر واللاعبين والجهاز الفني على ان احنا خلاص اتلغى عندنا يعني نقطه البديل من الاساسي، لا اي 11 لاعب ان شاء الله قادر على ان احراز الثلاث نقاط، عارفين اهميه المباراه، لعيبه امير عندها تركيز شديد جدا يعني عارفين قيمه هذه المرحله، يعني زي ما قلت لك يا امير تواجد الكابتن محمد الخطيب المستمر مع اللاعبين في الفتره الاخيره وحديثه مع يعني تواجده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبه حاسه بقيمه هذه المرحله، اللعيبه كمان كلها يعني كل اللعيبه عايزه تفرح جماهير النادي الاهلي، طبعا اكيد البطوله الافريقيه اللي غايبه عن النادي الاهلي، السوبر المصري ان شاء الله تبقى ثاني بطوله لمستر ريني فايلر مع النادي الاهلي، ايضا استكمال الدوري المحلي مع يعني نتكلم احنا الجماهير، احنا بقى كجماهير عايزين الارقام القياسيه، لكن كده كده امير الاهلي هو بيحطم ارقام نفسه، يعني النادي الاهلي بيحطم الارقام اللي هو عاملها بنفسه. بالظبط. فنتمنى فيها كل التوفيق يا امير ان شاء الله، زي ما انت قلت يا امير برضه اللقاء هيدور تحت مدير الكابتن محمود البنا وعماد العقاد واحمد عبد الغني واحمد صالح، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله يا امير للنادي الاهلي، يعني زي ما قلت لك من خلال لحظات هيتم التحرك لملعب استاد القاهره ان شاء الله. مستر ريني فايلر في المحاضره الاخيره خلاص بيدي التعليمات الاخيره وهيعلن التشكيل ان شاء الله اللي هيخوض بيه الاهلي. المحاضره ابتدت اللقاء
المحاضره في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا امير مستر ريني فايلر في المحاضره بيدي تعليماته للاعبين ان شاء الله عقب انتقال المحاضره مباشره هتوجه الفريق لاستاد القاهره الدولي. انا معاك يا امير لو في اي استفسار او اي سؤال. انا بس عايز اسالك على فرص اليو بادجي للمشاركه سواء كاساسي او كبديل، هل فرص موجوده وقائمه ولا اللاعب غير جاهز يعني؟ لا بص يا امير، انت عارف ان مستر ريني فايلر يعني حالة الجاهزية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها ان ممكن مروان ممكن جيرون او جونيور اجايه، لكن اللي واضح ان مستر ريني فايلر في كلامه مع اليو باجي شايف عمال في بعض الاحاديث الجانبيه، بعض التعليمات، بعض التوجيهات، من الممكن ومن المحتمل ان اليو باجي يقود هجوم النادي الاهلي في هذا اللقاء ايضا في حاول مجهز برضه اليو باجي لمباراه المصري ومباراه السوبر وللمشوار الافريقي، فمن الممكن يعني شايفين مستر ريني فايلر خط اليو باجي في التعليمات بعض توجيهات في اثناء فتره وجبه الغداء او البريك، فكلها من الامور اللي نقدر نقول ان اليو باتش بقى جاهز ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه المتواجده ان شاء الله سواء على القائمه الاساسيه للقاء او على مقابل البدلاء، لكن نتمنى ان شاء الله هو واحد من اللعيبه اللي هتضيف ان شاء الله للنادي الاهلي يا امير. المباراه النهارده على استاد القاهره الدولي، وطبعا كل مباريات النادي الاهلي اللي هي خاصه بالفريق بتبقى على استاد القاهره الدولي، قول لي ده بيمثل ايه للعيبه بشكل عام لما بيكون مبارياتهم على استاد القاهره يا فاروق؟ بص يا مير، موضوع استاد القاهره ايضا هو بيسيب انطباع مهم جدا يعني ان نوعيه استاد القاهره لعيبه يعني استاد القاهره اللعيبه اتعودت عليه الجمهور ان الجمهور يكون مال استاد القاهره، هو نوع من الملاعب اللي بتدي ارتياح نفسي للاعبين، اسم استاد القاهره وتواجد اللاعبين على استاد القاهره، ارضيه الملعب ايضا من الحاجات المهمه جدا، ارضيه ملعب استاد القاهره مستر ريني فايلر كان اشاد اكثر من مره بملعب استاد القاهره. احنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه والمباريات الافريقيه ان شاء الله ولعوده الجمهور اكيد للنادي الاهلي سواء بقى المباراه في استاد القاهره ان شاء الله، وده اللي بنتمناه طبعا او استاد السلام هتكتمل اللوحه الجميله اللي احنا اتعودنا نشوفها امير في استاد القاهره الدولي، لكن هو ملعب من الملاعب اللي بتقدر ارتياحيه ايضا للاعب النادي الاهلي في اللقاء. ملعب امير تقدر النادي الاهلي ينفذ من خلاله المساحات الواسعه ويلعب على الجمل بتاعته وينفذ الشغل التكتيك اللي مستر ريني فايلر حريص عليه، واحد من الملاعب اللي بيقدر يجيب من خلالها النادي الاهلي تنفيذ الجمل الفنيه لمستر ريني فايلر استاد القاهره امير. بالظبط. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي، كان معنا على الهاتف عشان يطمنا بشكل أكبر على الفريق قبل ساعات قليلة جدا من مباراة اليوم أمام فريق طلع الجيش، مباراة مهمة إن شاء الله النادي الأهلي يخطو خطوة جديدة في مشواره في البطولة المحلية بطولة الدوري بإذن الله يكون موفق في مباراة اليوم. خلينا اقول لحضراتكم كمان بخلاف مباراه الاهلي وطلائع الجيش اللي هتكون في 8 الساعه 7:30 مساء في بعض المباريات الاخرى في بطوله الدوري المصري، مباراه انتهت خلاص ما بين طنطا وانبي كانت في تمام الساعه 2:30 وخلصت بالتعادل السلبي 0-0، عشان تبقى المباراه رقم 11 بالنسبه للانبي بدون هزيمه مع الكابتن حلمي طولان، وده رقم جيد جدا في الحقيقه. خلينا نقول لحضراتكم كمان وادي دجله والمصري، دي مباراه هتكون في تمام الساعه 5 مباراه تعتبر من المباريات القويه على استاد الجيش بالسويس طبعا بخلاف مباراه الاهلي اللي بتهمنا اكيد كلنا. امبارح كان في بعض المباريات في بطوله الدوري المصري او دي مباريات الاخيره بالنسبه لطلائع الجيش دي اتكلمنا فيها خلاص. طيب خلينا نروح لبعض المباريات في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والاسباني، وامبارح كان في مباريات كتيره ابرزهم طبعا مباراه انتر وميلان، مباراه كانت قويه جدا هنجي لها. الدوري الانجليزي شيفيلد يونايتد فاز على بورموس 2-1، وكان في مباراه اخرى مفترض ان هي كانت تتلعب لكن اتاجلت بسبب الاحوال الجويه وسوء الاحوال الجويه ما بين مانشستر سيتي وويست هام يونايتد. الدوري الاسباني كان في اسبانيول مع ريال مايوركا، اسبانيول فاز 1-0، ريال سوسيداد على اتلتيك بلباو 2-1، اوساسونا خسر من ريال مدريد 4-1، سيلتا فيجو فاز على اشبيليه 2-1، وريال بيتيس خسر من برشلونه في مباراه مثيره جدا جدا في الدوري الاسباني. فرق النقاط 3 نقاط لصالح ريال مدريد عن برشلونه، ريال مدريد مركز الاول، برشلونه مركز الثاني. الدوري الايطالي كان في سبال على ساسولو 2-1 لساسولو، بيرشيا مع اودينيزي 1-1، نابولي على ليتشي او ليتشي فاز على نابولي 3-2، جنوا وكالياري 1-0 لجنوا، وبارما ولاتيو 1-0 للاتيو اللي بينافس بكل قوه على بطوله الدوري هذا الموسم، مع انتر ميلان اللي فاز على ميلان 4-2، وايضا مع يوفنتوس اللي خسر المباراه الاخيره ليه امام هيلاس فيرونا بنتيجه 2-1، ف
فبقى في تساوي في عدد النقاط ما بين يوفنتوس وانتر ميلان على الصدارة على ما اتذكر 54 نقطة، وبعديهم لاتسيو 53 نقطة، والمنافسة على الكالتشيو هذا الموسم منافسة قوية جدا ما بين الثلاثي. دي كانت بعض الأمور الهامة جدا مع بداية حلقة اليوم، هذه الحلقة الخاصة بالتحديد قبل مباراة الأهلي وطلع الجيش النهاردة. لكن أيضا الصحف اتكلمت عن النادي الأهلي وقالت إيه، خلينا نروح نشوف. الأخبار: الليلة باستاد القاهرة إعصار الأهلي يصل قلاع الطلائع، فايلر يحذر ويطالب باستمرارية الانتصارات، وبسيوني عشمان في نقطة. الجمهورية: في الأسبوع 17 من الدوري نصر الأهلي يحلق أمام الطلائع. الأهرام: الأهلي يحاول تجهيز رمضان صبحي للسوبر، تسويق صالح جمعة في فنلندا، وعبد الحفيظ نرفض تأجيل قمة 24 فبراير. الشروق: الأهلي واجه طلائع الجيش في مهمة البحث عن الفوز الرابع عشر على التوالي، احتمالات لتغييرات عديدة في تشكيل الأحمر، وعمرو جمال يعود لهجوم الطلائع وغياب عمار حمدي المعار. في الدستور: فايلر يطارد أرقام جوزيه في مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، الأهلي يؤجل التجديد للأربعة الكبار وعرض فنلندي لصالح جمعة. الشروق: فايلر يطلب معسكرا في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سان داونز. جريدة الأخبار اتكلمت عن مباراة اليوم، والحديث طبيعي جدا في كل الصحف النهاردة عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش. يوم المباراة دايما الأخبار بتبقى شبه بعض شوية، احنا هنحاول نحلل يعني الكلام بالنسبة لبعض الجرايد. الأخبار قالت أن النهاردة باستاد القرار الدولي إعصار الأهلي يصل قلاع الطلائع، في إشارة يعني لانتصارات الأهلي المتتالية، لكن عنده موقع مهمة جدا مع فريق طلائع الجيش. فايلر يحذر ويطالب باستمرارية الانتصارات، وأكيد ده هيبقى أمر مهم جدا بالنسبة للفريق بالتحديد على المستوى المحلي، وأكثر تحديدا من الجانب المعنوي قبل التحدي الخاص ببطولة السوبر المصري مع الزمالك، وأيضا قبل التحدي الأكثر أهمية مع سان داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بيقول لك كمان بسيوني عشمان في نقطة، كابتن عبد الحميد بسيوني ماشي بشكل جيد، أعتقد لعب المقصة تعادل معهم، وماتش الأخير إف سي مصر فاز، فيعني ممكن يكون من ضمن طموحه، الله أعلم يعني، ده حق مشروع إن هو لا قدر الله يفوز على النادي الأهلي. لكن في كل الأحوال هنشوف الأمور هتمشي إزاي في مباراة اليوم، الأهم بإذن الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة. تعالوا نروح للأهرام واللي بتتكلم في بعض الجوانب الأخرى بخلاف مباراة الأهلي والطلائع، واللي بتقول ان الاهلي بيحاول تجهيز رمضان صبحي للسوبر، باذن الله يكون جاهز، تسويق صالح جمعه في فنلندا، وده كلام يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان اعلن عنه قبل كده. وبالمناسبه فنلندا تعتبر من الدول القلائل جدا او الاتحادات القليله جدا اللي ممكن يكون باب القيد فيها مفتوح، وشفنا اكثر من تجربه اكثر من لاعب مصري هناك. وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم بخصوص تاجيل قمه 24 فبراير، وانه بيرفض تاجيل هذه القمه، والراجل ما رفض يعني، قال ان احنا ملتزمين ببطوله الدوري والجدول الموضوع، والاهلي ملتزم طبعا بهذه المباراه ومعادها، واكيد مستعد لكل المباريات على مدار هذا الشهر باستعداد جيد جدا وكافي للانتصار باذن الله في كل هذه المباريات الصعبه. نروح للشروق، والشروق بتتكلم عن ايه؟ بتقول ان الاهلي يواجه طلع الجيش في مهمة البحث عن الفوز الرابع عشر على التوالي. احنا عارفين الاهلي لعب 13 مباراة في بطولة الدوري، لو فاز النهاردة بإذن الله هتكون المباراة رقم 14 اللي يفوز فيها النادي الاهلي على التوالي، ان شاء الله يكون موفق، وبنقترب شيء يعني بطريقة او باخرى للمباراة رقم 17 والعدد الانتصارات اللي كان حققه مستر مانويل جوزيه في موسم 2004-2005، 17 انتصار متتالي. لو تفتكروا كنا وقفنا ساعتها قدام فريق المصري البورسعيدي، وبالتحديد قدام نادر السيد حارس مرمى الفريق في هذا التوقيت، واللي قدر ان هو يتعادل مع النادي الاهلي بنتيجه سلبيه على ما اتذكر في موسم 2004-2005. لكن دايما الارقام القياسيه مش الهدف الاساسي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، اكتر ما انه الاهم بالنسبه لك انك تفوز في كل مباراه، والارقام القياسيه تيجي بقى باذن الله لوحدها يعني ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه بصراحه. نكمل الشروق، بيقول لك احتمالات لتغييرات عديده في تشكيل الاحمر، وده وارد بالمناسبه، وخصوصا زي ما نقول لحركه ان احنا في ماتشات كتير جدا، طبعا حركه حافظين جدول النادي الاهلي على مدار الشهر ده تحديدا، فممكن يكون في فكره عند مستر ريني فايلر في ايه، في ان هو يعمل عمليه روتيشن، تدوير ما بين اللاعبين، يشوف يجرب بعض اللاعبين، يديهم حساسيه المباريات تحسبا للظروف المختلفه اللي ممكن تتعرض
ليها الفريق على مدار هذا الشهر وعلى مدار الموسم بشكل عام. عمرو جمال يعود لهجوم الطلائع، هو الراجل موجود بقاله فتره مع الطلائع وجاب جونين في اخر ماتشين مع المقصه، جاب هدف، ومع اف سي مصر ايضا جاب هدف، وهيكون متواجد في التشكيل الاساسي بالمناسبه امام النادي الاهلي النهارده. هو لاعب معار من النادي الاهلي حتى الان طبعا عمرو جمال. في المقابل هيغيب عمار حمدي المعار، وده طبقا لبنود العقد ما بين عقد الاعاره ما بين الاهلي وطلائع الجيش ان اللاعب ما يلعبش مباريات النادي الاهلي. طيب خلينا نروح للدستور واللي بتتكلم عن مستر فايلر وانه بيطارد ارقام جزئيه، واتكلمنا في الجزئيه دي في مواجهه الاهلي وطلائع الجيش. الارقام دايما بتبقى شيء جيد وبتسطر تاريخ للاعبين، وهيبقى حاجه كويسه قوي لما الجيل الحالي ده يقارن بالجيل العظيم اللي كان في 2004 2005 اللي وصل ل 17 انتصار متتالي. عندهم فرصه مهمه جدا ان هم يوصلوا لهذا الكم من الانتصارات، هيبقى شيء جيد في الحقيقه. نتمنى لهم كل التوفيق. لكن الشروق بتتكلم في جزئيه اخرى وهو فيما يتعلق بمباراه سان داونز، واحنا متفقين مع حضراتكم بقدر المستطاع بقدر المستطاع مش هنحاول نتكلم عن هذه المواجهه اطلاقا خلال الفتره الحاليه لغايه لما يجي توقيتها، وهنتكلم فيها بالتفاصيل. لكن بما ان بعض الصحف يعني بتحاول تتكلم عن هذه المباراه من دلوقتي، فاحنا نعلق سريعا. وهم بيقولوا مثلا ايه؟ ان فايلر يطلب معسكرا مغلقا في جنوب افريقيا استعدادا لمواجهه سان داونز. ماشي، يعني انت عندك مباراه سان داونز الاولى هتبقى يوم 29، المباراه الثانيه هتكون يوم 6 او 7 مارس، ففي حوالي اسبوع ما بين الماتشين. ممكن جدا الاهلي يفكر ان هو يسافر بدري بعد انتهاء المباراه الاولى، ما اعرفش لسه البرنامج ايه، ما اعرفش تفكير الجهاز الفني ايه، لكن احنا بنحاول نتوقع مع بعض. يعني ممكن يسافر بدري قبل المباراه بثلاث اربع ايام عشان يستعد بشكل كافي وجيد لهذه المواجهه، وخصوصا رحله الطيران هتكون طويله من مصر لجنوب افريقيا، هي طويله شويه. فنتمنى كل التوفيق في اختيار البرنامج الانسب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه مصيريه وحاسمه زي دي، وعندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين. ولما هيجي توقيت هذه المباراه هنتكلم فيها بتفاصيل كثيره جدا. طيب خليني سريعا اقرب من مباراه اليوم من الجانب الفني تحديدا ما بين الاهلي وطلائع الجيش، وناخد على الهاتف الكابتن الكبير نجم النادي الاهلي السابق الكابتن ياسر رضوان. يا كابتن ياسر مساء الخير. كابتن ياسر. الو كابتن ياسر مساء الخير، اخبارك ايه؟ مساء النور، ازيك يا امير؟ عامل ايه؟ كويس، كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله حبيبي. يعني عايزين نستغل فرصه تواجد حضرتك معانا ونتكلم عن مباراه اليوم فنيا، مباراه الاهلي وطلائع الجيش، وكيف ترى هذه المباراه؟ مفيش شك طبعا مباراة مهمة. في الفترة اللي النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، مهم جدا ان هو يكسب، مهم جدا ان هو يكسب كم مباراة اللي جايين كمان في الدوري عشان ينهي الدوري بدري طبعًا. ويبقى تفرغه كله لافريقيا، واكيد طبعًا. المكسب بتاع النهاردة هيديله دفعة قوية جدا للماتش بتاع السوبر مع نادي الزمالك، خاصة ان احنا حاليا الفترة دي في استقرار كويس جدا فني في الفرقه، في مستوى اكثر من رائع مع المدير الفني، فاعتقد ان شاء الله المكسب مهم جدا بالنسبه للاهلي النهارده. طيب هل تتوقع بالتحديد بدايه من مباراه النهارده يا كابتن ياسر ان يكون في تعديلات وتغييرات في تشكيل النادي الاهلي، بالتحديد في ظل سياسه مستر ريني فايلر، واكثر تحديدا بخصوص عدد المباريات والكم الهائل من المباريات على مدار هذا الشهر؟ بص يا امير، هو طبعا مستر فايلر من ساعه ما جاء او من وقت ما جاء واحنا متعودين ان هو بيغير كتير في التشكيل. ده طبيعي جدا، خاصه زي ما انت قلت طبعا ان في ضغط مباريات كبير جدا سواء في الدوري او بطوله افريقيا، جاي كمان السوبر، فالماتشات عددها كبير. ما اعتقدش ان اللعيب واحد ممكن يلعب كميه الماتشات اللي موجوده حاليا او اللي داخله على النادي الاهلي الفتره اللي جايه. فهو الراجل حط سياسه من اول ان هو في خلال في كل مباراه بيبقى في تغييرات في اللعيبه. فاعتقد ان ده يعني مش هيبقى عقب بالنسبه للاهلي ان شاء الله النهارده. ان شاء الله باذن الله. في رايك مين العناصر اللي في تشكيل النادي الاهلي اللي دايما بتتالق على مدار الفتره اللي فاتت من وجهه نظرك الفنيه، واللي بترجح دايما كفه النادي الاهلي في المباريات؟ يعني انا شايف اللي ماشي بشكل كويس جدا الفتره الاخيره الو ديانج ده من العناصر اللي بقت مهمه جدا. السوليه طبعا مفيش شك، الشناوي مع انه حارس المرمى، لان صحيح النادي الاهلي ما بيجيش عليه كور كتير او هجمات كتير اثناء المباريات، لكن اللي بتيجي تبقى صعبه جدا، تبقى صعب ان اي حاجه يكون يطلعها، فلازم يبقى يكون مميز جدا اللي يطلعها. وجود احمد فتحي مهم في حته الدفاعيه، خاصه في حته الدفاعيه لانه بيدافع بشكل كويس جدا. تمام. علي معلول يمكن هو
بعيد شويه الماتش اللي فات عن الفورمه بتاعته، لكن اكيد هو لعيب كبير وعارف امتى يرجع نفسه ومعاه مدرب محترم برضه عارف امتى الفورمه بتاعته تبقى كامله. في اجاييه بس يعني اجاييه كل ما بيلعب في قلب الملعب بيبقى افضل من ان هو يلعب على الاطراف. تمام. لان الاطراف دي بتبقى محتاجه سرعه، هو عنده سرعات لكن بعد ال 10 متر الاولانيين السرعات بتزيد عنه، لكن المسافات القصيره بتبقى عايزه حد اخف من كده، فالاطراف بتبقى عايزه حد سريع اكتر من اجاييه، لكن هو في القلب طبعا مؤثر جدا وبشكل كبير يعني في معدل. طيب سريعا يا كابتن ياسر، توقعاتك لمباراه اليوم، وايضا هل تتوقع النادي الاهلي يوصل الانتصار رقم 17 على مدار المباريات المقبله؟ انا اتوقع طبعا ان الاهلي الماتش سهل بالنسبه لهم النهارده في الحاله الفنيه اللي هو موجود فيها، وان شاء الله هيبقى الماتش 2-0 للنادي الاهلي، واعتقد ان هو هيوصل للرقم 17، ممكن يعدي كمان رقم 17 في حته الفوز المتتالي ان شاء الله باذن الله. يا كابتن ياسر انا بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن الكبير كابتن ياسر رضوان نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر كمان، واحد النجوم اللي كانوا مميزين في تاريخ الكره المصريه كظهير ايمن بالتحديد، يعني سرعات كانت رهيبه في الحقيقه، كان معانا على الهاتف واتكلمنا فنيا عن مباراه اليوم ما بين الاهلي والطلائع. انا هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبار الاهلي في المواقع النهارده، استنوا. يعني ده جزء مصغر جدا من تاريخ النادي الاهلي، يعني اللقطات اللي احنا بنشوفها دي او اللي عرضها لنا مخرجنا الكبير بيبو منذ لحظات، ده جزء صغير جدا من تاريخ النادي الاهلي، ما يجيش واحد على 100 من تاريخ النادي الاهلي. وبالتحديد بكره هتكلم مع حضراتكم باذن الله في موضوع مهم جدا وفيما يتعلق باصابات لاعبي سان داونز، بس هنتكلم في القصه دي باستفاضه بكره مع بدايه الحلقه باذن الله، مش توقيتها النهارده عشان مباراه طلائع الجيش. ولازم يا جماعه نفضل عارفين كويس جدا ان احنا النادي الاهلي، عارفين كويس جدا ان تاريخ النادي الاهلي كبير جدا، مش بيستنى حد يتصاب وحد يتعور، هنتكلم بالتفاصيل بكره باذن الله. يعني اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ يلا بينا. الوطن سبورت، فحص طبي وراء انضمام بادجي لقائمه الاهلي امام طلائع. 1-3 سد اهم ثغره ومنح صلاحيات اكبر للثنائي على راس اهداف فايلر من لقاء طلائع الجيش. البوابه سبورت، ازمه ملعب بين الاهلي والزمالك قبل مواجهه سان داونز والترجي. الوطن سبورت بتتكلم عن بادجي وتجهيزه لمباراه طلائع الجيش، واحنا عارفين بادجي ان هو كان سافر عشان يخلص اجراءات تجديد جواز سفره في السنغال، سافر لمده 48 ساعه، رجع على طول امبارح لما رجع كان ليه فحص طبي عشان يطمن على جاهزيته لمباراه طلائع الجيش، ايضا عمل بعض التدريبات في الجيم وفقرات منفرده بالكوره، والجهاز الفني استقر على تواجد اللاعب في قائمه المباراه. هنشوف هل هيبتدي النهارده المباراه، هل هيبقى بديل، هل هيبقى خارج القائمه، ده طبعا كله طبقا لرؤيه الجهاز الفني، هنشوف خلال مباراه اليوم، لكن اللاعب جاهز ومفيش اي مشكله خالص. ده فيما يتعلق بأليو بادجي، وفيما يتعلق كمان بخبر الوطن سبورت. 1-3 بقى بتتكلم على بعض الملفات المهمه جدا واللي بتهم فريق النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه، وبتقول لك سد اهم ثغره ومنح صلاحيات اكبر للثنائي على راس اهداف فايلر من لقاء طلائع الجيش، بالتحديد بيتكلموا عن مباراه طلائع الجيش، وان مستر فايلر في كلامه مع اللعيبه يعني ان هو يعني عايز رقم واحد مصيده العلامه الكامله، انتصارات تبقى متتاليه بالشكل اللي ماشي عليه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بصوره جيده، عايز كمان يتكلم على او بيفكر في منح طبقا لموقع 1-3 ان هو يمنح اليو بادجي صلاحيات اكبر في المباريات، يديله بعض الدقائق بشكل اكتر، ده برضه هنشوفه، دي كلها مجرد اجتهادات وتوقعات يعني. ومحاولة إيجاد بديل لحسين الشحات، هنا بيتطرقوا لأن حسين الشحات الفترة اللي فاتت مستواه مش قد كده أو يعني قلل شوية، وطبيعي جدا أي لعيب بيجي له فترة مستواه يقل شوية، لكن حسين الشحات المقاومة ده الشخصية موجودة، لعيب قوي جدا مميز جدا، الجانب المهاري عنده كمان عالي قوي، إن شاء الله يبقى أفضل خلال المباريات اللي جاية. فمحاولة إيجاد بديل دي رؤية تحليلية أيضا من موقع 1-3، كمان بيتكلموا على أخطاء الضربات الثابتة وبيشيروا للمباراة الأخيرة أمام بيراميدز وهدف علي جبر مثلا، والكرة كمان اللي صدها الشناوي من علي جبر، فالكرات الثابتة يعني تعتبر من ضمن النقاط اللي عايز يركز عليها مستر ريني فايلر، برضو دي كلها جوانب فنية أكيد مستر فايلر عارف إيه السلبيات وإيه الإيجابيات وهيتعامل معها إزاي على مدار الفترات اللي جاية بداية من مباراة الجيش كمان النهاردة. طيب تعالوا نروح لخبر مهم كمان من بوابة سبورت،
بيقول لك ايه ازمه ملعب بين الاهلي والزمالك قبل مواجهه صن داونز والترجي. يا جماعه انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، يعني اهلي وزمالك ناديين كبار جدا، تاريخ كبير جدا. للاسف بعض الاشخاص اللي ما عندهمش مسؤوليه للاسف بيحاولوا يختلقوا بعض الازمات. يعني مثلا زي موضوع ازمه الملعب، الاهلي والزمالك عندهم مباراتين في ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا، في الاهلي هيلعب صن داونز والزمالك هيلعب الترجي. فالاهلي اول امبارح تقريبا بعت خطاب رسمي للاتحاد الافريقي قال لهم يا جماعه احنا هنلعب يوم 29. فوجئنا امبارح ان الزمالك ايضا كمان عايز يلعب يوم 29 مع الترجي وعلى استاد القاهره زي ما الاهلي طلب كمان. فنتكلم فيهم منطقيه شويه، نتكلم منطقيه. الاتحاد الافريقي في الاخر هو اللي هيبقى عنده القرار، طالما الاثنين عايزين يلعبوا في نفس الملعب في نفس اليوم كان من ده. الاتحاد الافريقي عنده جوانب تسويقيه وجوانب عديده يعني بيبص لها، فهو اللي هياخد القرار. رقم اثنين، النادي الاهلي ارسل في البدايه الاول ان هو يلعب المباراه يوم 29، فما اعرفش الاتحاد الافريقي هيفكر فيها ازاي، هل بالاسبقيه مثلا في الملفات اللي زي دي ولا لا يعني. لكن في كل الاحوال الاهلي بيبقى زي ما حضراتكم عارفين مسيستم نفسه على طول، عارف مبارياته بدري بيقرر قراراته اللي هتكون يعني اضافه وافاده لي على مدار المباريات الجايه وبياخدها بناء عليه. راح بعت ان المباراه تبقى يوم 29 مع صن داونز، وكمان ان المباراه تبقى على استاد القاهره الدولي في اطار المحاولات القائمه في هذه اللحظات يعني. فهنشوف الموضوع ده هيأثر عن ايه في النهايه يعني. ده فيما يتعلق بجو سبورت. خليني اقول لحضراتكم كمان ان دي كواليس تحرك فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات لي استاد القاهره الدولي واللي هيستضيف مباراه الاهلي وطلائع الجيش. ودي طبعا لقطات حاليه دلوقتي في هذه اللحظات انا بتكلم معاكم بعد انتهاء المحاضره الاخيره بالنسبه للفريق مع مستر ريني فايلر منذ لحظات تحديدا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، نتمنى لهم ان باذن الله النهارده يقدروا يفوزوا ويحققوا الانتصار رقم 14 على التوالي. مش عايز اتكلم في موضوع 14 و15 وكلام من ده، لكن الاهم بالنسبه لنا الانتصار ومواصله المسيره الرائعه تحديدا في بطوله الدوري، عشان كل مباراه هتفوز فيها خلال الفتره الحاليه فهي هتضيف ليك من الجانب المعنوي بشكل كبير جدا قبل مباريات غايه في القوه وغايه في النديه خلال الفتره القادمه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، حلقه قصيره جدا للحديث عن مباراه وكواليس مباراه الاهلي وطلائع الجيش. بكره باذن الله حلقه جديده نبارك فيها البعض بفوز النادي الاهلي على الطلائع بعد تفوقه ان شاء الله خلال 90 دقيقه النهارده. استنونا بكره، الى اللقاء.